إن كان لديك سخان فوري للماء مثل هذا اشتريته جديد، لكنه اشتغل معك لمدة ثم تعطل لم يعد شغال. عوض أن تقوم برميه، شاهد فيديو لأريك كيف تقوم بإصلاحه بنفسك وتستعمله مرة أخرى. إذا هذا هو شكل السخان يعني الفوري السريع. نقوم بفتحه مباشرة من هذه السدادات أو الأغلاقات، من سواء السدادة التي فيها الكهرباء ومتصلة بالكهرباء يعني الخيط القابس، وكذلك الجهة الأخرى التي مرتبط فيها السخان يعني التي تسخن الماء. نقوم بفتحهما معا. نحن بحاجة إلى مصدر كهرباء، نختار يعني قابس أو بريز كيفما كان نوعه. نقوم بتركيبه مباشرة مع السخان. نحتاج إلى مفك براغي كاشف للكهرباء يعني تيستور. كما تلاحظون فالموزع الكهربائي يعني لارونج يوجد به الكهرباء. الآن نتوجه مباشرة إلى السخان، نقوم بتشغيله في وضع التشغيل في الوضع الساخن لكي يشتغل معنا، ثم نقوم بمحاولة تجريب قياس الأسلاك هل فيها كهرباء أم لا. أولا نبدأ بالخيط الأحمر يعني سلك التور، نقوم بتجربة به ثم نتبع المسار حتى نصل إلى رأس السخان يعني الخيط الأحمر الذي ملموس بالسخان، يعني نجرب قطعة تلو الأخرى. كما تلاحظون بدأنا بالسخان ليس فيه أي كهرباء كما تلاحظون، ثم نمر إلى الخيط الذي يسبقه تلك القطعة النحاسية يعني مثل السويتش أو النقاسة أو المفتاح، كذلك ليس فيها كهرباء. ثم كذلك ننتقل إلى القطعة الأخرى الملامسة لها، كذلك ليس فيها كهرباء. كذلك الآن قمنا بالمرور إلى يعني سلك التاور الأحمر الذي يمر من المشترك أو اللارنج مباشرة، يوجد فيه كهرباء. إذا ماذا سوف نفعل لكي نتأكد من كل هذه الأشياء؟ نقوم بفتح تلك الأسلاك جميعها ونقوم بتنظيف مكان المفتاح أو القاطعة أو السويتش. سوف نقوم بتفكيكه بالكامل. نقوم بإزالة تلك القطعة البلاستيكية التي تعطينا قراءة يعني قيمة الحرارة الموجودة في السخان. نقوم بفتح الفيس أو البرغ الخاص بها فقط، ثم نقوم بسحبها كذلك بشكل مباشر. ثم نبدأ في فتح تلك القطع النحاسية التي تمرر لنا الكهرباء للسخان يعني مثل المفتاح أو القاطع أو السويتش. نقوم بإزالة يعني قطعة نحاسية تلو الأخرى، ثم نقوم بإزالة الأسلاك. تابعوا فقط الشرح وطبقوا ما أفعله بالضبط. كذلك نقوم بإزالة يعني برغ تلو الآخر، ثم نقوم بإزالة يعني هذه القطعة التي تعطينا الحرارة، كذلك البوردة المسؤولة عن قياس الحرارة ومجموعة من الأشياء، كذلك القطعة النحاسية الثانية لمكان الأولى لمكان السويتش، والقطعة النحاسية الثانية لمكان السويتش. عندما تتلاقى ما بعدها هي التي تمرر لنا الكهرباء للسخان، وبالتالي فالسخان يصبح شغال. كذلك نقوم بإزالة هذه القطعة، هي التي تعطينا الضغط عندما يمر منها الماء، وبالتالي تمرر لنا التماس بين القطعة النحاسية الأولى والثانية، وبالتالي يشتغل هذا السخان. لديها ثلاث مسامير أو براغي، نقوم بإزالتهم كذلك، ثم نقوم بسحبها بواسطة مفك براغي لكي يسهل علينا استخراجها. كما ترون هذه هي القطع النحاسية التي تلتقي عند بعضها عندما ينضغط الماء وتنتفخ تلك القطع، بالتالي تتماس مع بعضها وتمرر لنا الكهرباء، وبالتالي يسخن السخان ويعطينا الماء الساخن. في بعض الأحيان يحدث بينهما مثل الكربون أو تلك الأوساخ. ماذا نفعل؟ نحتاج إلى أي أداة معدنية أو كغطاء استنفار أو كغطاء حرش، ونقوم بتنظيفها لكي نجعلها تلمع يعني تصبح جديدة، وبالتالي سوف تعطينا تماس كهربائي جيد بدون أي مشاكل. والآن ببساطة ماذا سوف نفعل؟ نقوم بإعادة تركيب جميع القطع التي قمنا بفتحها بنفس الطريقة التي قمنا بفتحها، هي نفسها نتبعها في تركيب وجمع هذا السخين كما كان في المرة الأولى. بالنسبة لهذا السخان الماء الفوري قمت بعمل مجموعة من الشروحات حول هذا الفيديو، طريقة التركيب، المعلومات، الأخطار، كل شيء تريد أن تعرفه. هناك مجموعة من الروابط تجدها أسفل الفيديو هنا، وكل هذا من أجل أن تستفيدوا قدر الإمكان حول هذا السخان. لذلك لو أعجبكم الفيديو ادعمونا بعمل لايك، اشتراك، فعل الجرس لتوصلوا دائما بالجديد. إلى اللقاء.